مرحبا لمتابعين موقع هيا. اليوم نتحدث عن تقنيات حديثة لشد الوجه بدون جراحة. طبعاً في الآونة الأخيرة تطور الطب غير الجراحي لأن نخفف من العمليات الجراحية مع تقدم العمر. واحدة من هاي التقنيات اللي توصل إلها العلم هي تقنية الموجات فوق صوتية المركزة. طبعاً هي إجت بعد تقنيات كثيرة منها الليزر لشد الوجه والموجات الراديوية. تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة المعروفة بالهايفو تم الموافقة عليها من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية بـ2007، وهي تقنية صارت في متداول الجميع كونه الكل يعني بحب إنه يضله بمظهر شبابي وجميل. تقنية الموجات فوق الصوتية هي تقنية كتير بسيطة، بنقدر نعملها بالعيادة خلال 45 دقيقة لساعة. هي لا تحتاج لأي نوع من التخدير. ما يميزها هاي التقنية إنه ما فيها أي نوع من فترة النقاهة ما بعد الجلسة. بقدر الشخص يروح يمارس حياته بشكل طبيعي، يرجع لعمله، حياته طبيعية 100%. طبعاً النتائج تظهر بشكل بسيط في بداية الجلسة، ولكن نتائجها الفعلية تظهر بعد 3 لـ6 أسابيع من يوم الجلسة. طبعاً هي ما يميزها أيضاً إنها هي جلسة واحدة فقط إذا كانت الحالة بسيطة أو متوسطة، أما إذا كانت الحالة شوية في مرحلة ترهل شوية شديدة قد نحتاج لجلسة ثانية ما بعد 6 شهور من يوم الجلسة.